منطقة القاطون في محافظة ديالى تشهد ترديا في كل وسائل الحياة بدءا من البنية التحتية وليس انتهاءا بالواقع المعيشي كما تظهر المشاهد. اليوم احنا هنا عندنا 5 نواب وهاي حالتنا جاي تشوفوها، لا كهرباء، كهرباء صارت تقريبا فوق الشهرين، عموم قرب عقوبة، تعبانة فد مرة، مجاري ما شاء الله، يعني من جاي تمطر يعني حدث بالاحد ما اقدر اوصف لك الحاله، يعني المي جاي طب للبيوت، يعني الاطفال متاذين فد مره لا يقدر يوصل مدرسه، الكبار بالعمر يعني تعبانين بشكل يعني ما يقدر يروح للمحل يتسوق، سياراتنا ما تقدر تطلع، يعني حاله يرثى لها. وتزداد معاناه الاهالي مع قدوم فصل الشتاء بسبب تشكل البرك وصعوبه الحركه وانقطاع الكهرباء المتكرر. هاي شو اسمه المياه الآسنه مع هالامطار ماكو تصريف مياه. الكهرباء مالتنا تعبانه. الكهرباء يراد لنا محولات لانه المحولات ما تلحق يعني يراد لها بعد محولات، يراد لها ادامه بعد. هذه الناس شلون تمشي؟ شلون طلابنا؟ احنا يروحون طلابنا طبعا مسافه يعني تقريبا حدود الكيلو ونص او كيلو، مدرسه ما عندنا. إضافة إلى انعدام الخدمات يأتي الفقر ليزيد الأمور صعوبة على سكان المنطقة، حيث يواجهون صعوبة في تأمين مستلزمات الحياة الضرورية. الوضع المادي والله تعبان، يعني 3/4 العوائل هاي الموجودة يمي وأنا أعرفهم بيت بيت، والله تعبان. ثق بالله ورسوله، أكو عوائل مو راح أقول لك لها، بس أكو عوائل عندي موجودة إذا تغدى ما يتعشى زين، عنده أطفال قوطية حليب ما يقدر يشتري، لأن شغل ماكو، عمل ماكو، ايش يسوي؟ المسؤولون لا يعرفون أهالي المنطقة إلا في مواسم الانتخابات بوعودهم الوهمية. يعني لا مسؤول جانا، لا فد شي جانا، بوقت الانتخابات تلقاهم هنا مكومين، واحد يطب وواحد يطلع، من تخلص الانتخابات لا حد يجينا ولا حد يزورنا ولا مسؤول زارنا. هذه المنطقة صورة مصغرة عن واقع كثير من قرى ومدن العراق التي لم تعد تخفى على القاصي والداني.